إلى جميع المثقفين للاهتمام بهذه المآثر التاريخية وهذه المعالم وحماية كل ما له علاقة بالبيئة. فالمواقع التي تعرف بمعيشة هناك ثلاثة مواقع: موقع مزورة وهو غني عن التعريف لأنه قد لا نعرفه نحن المغاربة والمنطقة، ولكن يزورونه ناس من مختلف أنحاء العالم خاصة المهتمين بالأركيولوجيا. وهناك موقع سويا لا يبعد عن مركز عياشة بكيلومتر أو كيلومترين، ومن مواقع سويا ومن مواقع الرومانية مغمورة مغمورة، لأن باش تدخلوه في المرافعات ديالكم تسجلوه كموقع أثري لابد من حمايته. سويا الموقع الآخر الموقع الثالث بني ومراس، وهذا هو ما تدخلت به شخصيا حكم عملي في هذه الجماعة لمدة 27 عمل متصرف الجماعة، وحكم بحثي في التاريخ لمدة سنوات، وكتبت في عدة صحف في الهوية وفي التاريخ وفي التراث. فأنا بالنسبة للعياشة أشكل مرصد لحد ذاتي، لا يظهر أي معلمة تاريخية أو ما له علاقة بها إلا وأحاول أن أعرف به أولا وأن أحسس به وفي نفس الوقت أدافع عنه. فسنبدأ من موقع بني ومراس. بني ومراس هذا كانت تقام هناك طريق بني ومراس هذه فرقة من الفرق ديال القبيلة ديال بني عروس. حكم حنا الجماعة لها واحد التراث كينتمي للقبيلة ديال بني عروس، وبني عروس راه مشهورة قبيلة من القبائل الكبرى ديال المغرب. بني ومراس كان إنجاز لطريق هناك، فاكتشف الرئيس السابق عن وجود حجرة وهي نقيشة. هذه النقيشة مكتوبة بالحروف الليبية، عند مغادرتكم سترونها هنا في باب مقر الجماعة. هذه النقيشة أخبرنا بها الجهات المختصة وهي محافظة ديكسوس، فقام محافظ ديكسوس هشام حسيني هو معية رفقاء أو زملائه في المهنة إلى الحضور إلى هنا، فأعطانا الرئيس سيارة فذهبنا إلى هناك حيث تنجز هذه الطريق، فاكتشفنا هذه الحجرة النقيشة هي موجودة هنا للاطلاع عليها وصورها. فلكي لا تضيع، هذا في إطار مجهوداتنا الفردية ومجهوداتي الخاصة، حملناها إلى هنا فوضعناها أمام الجماعة لتبقى محفوظة حتى لا تندثر أو تجاز أو تغطى، فهي مصونة هنا إلى حين تصرف محافظة ديال ليكسوس أن وعدونا أنهم غادي يعملوها في المعارض أو يديروا المتحف ديال ليكسوس. لحد الساعة لم يفعلوا ما وعدوا به. المنطقة هذه ديال بني ومراس يظهر أنها من أعمر المناطق، وعياشة بصفة عامة كما قدمنا في السابق أنها من أعمر المناطق ومن أقدمها. بني ومراس هناك دليل هذه النقيشة التي وجدناها، ودليل وجود أسماء لدواوير هنا، مثلا عين معبد. هذا الاسم يوحي أن وجود هناك معبد، ووجود
دوار يسمى بعين الأسوار أو العين الأسوار، يعني هذه الأسماء توحي أن هناك معالم أثرية أو مواقع أثرية في هذه المكان، وهو ما جعل المحافظ ليكسوس أن رافق معه مجموعة من الباحثين في المعهد الوطني لعلوم الأثار في الرباط لوضع مسح طبوغرافي لهذه المنطقة لبدء المرحلة التي تسبق اكتشاف كما عرف لوحة الدار. وأقر سيدي هشام حسيني وهو مختص في المعاهد التاريخية دليل وجود معلمة أركيولوجية كبيرة هنا في منطقة بني ومنس. إذن هذا الموقع الأول. هناك موقع سوية وموقع روماني، وموقع روماني يوجد قرب كدية النيدا، وهو كذلك كان مسرح لعدة معارك، وهو هذا الموقع يأتي في الطريق الرومانية التي كانت تربط ليكسوس بتمودا مرورا بمزورة، وقبل مزورة هناك تبرانت، تبرانت هي جلالية. هناك موقع أثري قديم ولكن ما تبعش النفوذ الترابي ديال العمل ديالنا، تبع النفوذ الترابي ديال العمل ديال طنجة أصيلة. إذن هذا جاء في الممر الرئيسي أو في الطريق الرومانية التي موثقة في إحدى الخرائط التي اكتشفناها أنها تمر من هنا من مزورة من تبرانت إلى مزورة من تمزة من ليكسوس إلى تبرانت هي جلالية تقولوا تبرانت وموقع روماني اكتشفه تيسو بداية في القرن 19، ثم مرورا بالكنيسه اليماني الى مزورة، مزورة فالصوية ثم تمودا. اذا هذه اهم المواقع الاثريه اللي كانت كتوجد في الطريق الرومانية. لم نعرف عن شيء كثير عن صوية، وانما بعض المعلومات انه موقع روماني لحد الساعه، لان أنا في المغرب عموما ليكسوس راه عاد تبدا فيها الحفريات الحقيقيه، ما كان الا ربما 25% من ما اكتشف في ليكسوس. عندنا موقع مزوره، موقع مزوره وهو اشهر من ان يعرف كما قلت لكم، وهو يا لكم ولكن خصكم واحد الزياره لهذا الموقع، هو موقع مهم. شنو في هذا الموقع هذا؟ هو موقع يسمى تومولوس، تومولوس هي واحد مقبرة جنائزية، مقبرة جنائزية. هذه المقبرة الجنائزية كانوا كيدفنوا فيها الأعيان ديالهم، الأعيان اللي كانوا موجودين في ديك القرية، فيها 167 منهير. منهير هو واحد الحجرة مخروطية الشكل طويلة، يكون عندكم صور هنا لو كنا هي أننا هذه كنا نشوفه كنا نزوره. فيها 167 منهير، المنهير هو واحد حجرة شكل مخروطي مغروسة في الأرض طالعة ذات قمة، أطولها يبلغ 5.6 متر الأمتار. طول ديالها، طول ديالها ديال اكبرهم وصل 5.6 متر ديال السنتيم ديال الطول، ديال الطول. وكاين من هيران فيه 4 متر وجوج سنتيم او 200 سنتيم قطر ديالها ديامتر من الجنوب الى من الشمال الى الجنوب 150، ومن الشرق الى الغرب 54 متر. ترجع إلى العصر الحجري، لذلك فموقع مزورة يعتبر الموقع الوحيد في شمال إفريقيا بهذا المآثير. هذا هو القديم في شمال إفريقيا، هو الوحيد في شمال إفريقيا، يعني من المغرب إلى مصر. موجود أشكال
شنو الشكل هذا موجود في المكسيك ومنها اثر بفرنسا وانجلترا. هنا كتظهر الاهميه ديال هذا الموقع هذا وهذه المعالم الاثريه اللي موجوده في هذا الموقع. اذا حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر ونشكركم على شكرا. بما ان التحويل بين الامس واليوم لكن ممكن تكون الوضعيه الوضعيه فعلا اليوم نسيت ماضي هذا الموقع اليوم نسيت انا ما قلتش لا المهم اذا كان مزيان اليوم بحكم تواجدنا هنا وكان طلب من السيد مصطفى انه يلحق هذه القضيه لان كان بغى يعمل الخلطه عنايا والسيد تحدثنا معاه وتحدثنا معاه وتحدثنا معاه وكان مستعد انه باش يكون هو يساعدكم هنايا في هذه القضيه هذه باش يرصد هذه المواقع المعتاديه وعنده استعداد وباغي يشارك ولكن لولا ان المحل ديالو مفتوح ما قدرش يسمح فيه كان يجي عندنا هنا. المهم على الاقل يتاسس هذا الفرع هنايا باش الجمعيه تكون بهذا الطريقه. الرئيس الحمد لله ثقنا الله رئيس مثقف واعي وكيهتم بهذا الشيء كيساعد الجمعيات جميع المجالات على اساس باش يتمن هذا الموقع ديال المزوره ويحاول يعطيه واحد الاشعاع. ف بحكم تواجدنا داخل الجماعه راسل سلطات المعنيين الداخليه والثقافه على اساس باش يقام هنا واحد المهرجان ديال الماطا ماشي ماطا هذا ديال الجمعيه ديال العروسيه هذه ماطا ديال سميتو ديال الخيالة ديال الخيالة نعم لعبة ماطا هي تراث من التراث المحلي او ديال راسل الوزارة على اساس باش تقدم له الدعم باش يقوم مهرجان لماذا في الزهرة للتعريف هذا المعالم الاثرية في نفس الوقت تثمينها واذا تعرفت دوليا غيكون عندها عرض دولار فهمت يقول اموال الزول هذه يكون واحد خصوصا مزوره فعلا هذا مشروع قبل الرئيس وانا كان مزيان شيء وانا مستوى يعني اللي كان هذا بين يعني شاف في الامس يعني كاين واحد الجهد يقوم به الرئيس ومستقبلا يعني هو على الاقل على هذه اللقاءات التحسيسيه كتسوقوا مع السكينه فهمتي مثلا السكينه لكن حسوا بهذه المواقع شنو الكنز اللي عندكم هنا داخل هاد الجماعه القيمه الرمزيه ديال هاد الامور هذه هي باش السكان كيعرفوا راه عنده شي كنز هنا على سبيل المثال بحكم تعريفي البسيط وسيري القادر راه شاهد في الجريده ديالو انني قمت بهذه المزوره قمت بتعريف واحد الشخصيه وهذا السكان ديال المزوره منهم عريشي اصيل كانوا ساكنين في العريش قبل الاحتلال الاسباني للعريش في 1910 وكان بينهم واحد الاسره هي اسامه احمد الادريسي اسامه بل الجد ديالو اسامه هذا الجد ديالو اسمه محمد بن ادريس كنا عرفنا به كتبنا به عرفنا به حتى كيتصل بنا حفيد ديالو وكيقول لنا هو من هنا من مزوره ولكن الاصول ديالهم عريشيين سكنهم هنا قهران على مزوره حكم ارتباط هذه المزورة بالتاريخ ديال العريش، يعني المنطقة راه مرتبطة ترابطا متينا في التاريخ ديالها، ماشي بتلقائية عياشة تبع إدارية أو بني عروس تبع مثلا بني عروس، من المؤسسين الحقيقيين ديال العريش، ما بني عروس، مسافة ديال 50 أو 60 كيلومتر يمشيو يأسسوا مدينة في الضفة الشمالية لنهر الضفة لنهر الوكوس، كتجيكم غريبة هذه. غريبة. إذا أسامة الإدريسي أسامة الإدريسي أسامة الإدريسي هذا اتصل بسعد القادر وقال له بغيت فلان واتصل بيا سعد القادر وعطاني بقى نعطيه النمرة ديالو عطاني النمرة ديالو اتصلت بيا أنا اتصلت قال لي طفي أنا اتصل بيا وقال لي داكشي كنشكرو لأن كانوا كيبغيو يحوروا هاد الموقع ديال المزوره وردوه لميسور حتى فاس هو كاين تحوير ديال كلمه مزوره انترناسيونال معروفه بميسوره وهاد الميسوره بغاو يحولوها لهاد ميسور
قرب فاس ماشي قرب فاس راه هي نفس المسافه اللي كتبعد ما بين مزوره هذه وفاس وما بين المسور وفاس تبع البولمان تبع اقليم بولمان هي 200 كيلومتر هي نفس المسافه عندنا ما بين العريف وفاس 200 هذا السيد هذا هو قال لي داكشي اللي كتبتيه راه حقيقه وهو غريب الامر كي اطلع لكم جديدا عما تعرفوه عن تاريخ العرائش هو من أسرة أميرية حكمت 80 سنة في منطقة الحديدة اللي فيها الحرب دابا حاليا ومنطقة جزان أسرة عرائشية كانت تحكم إمارة هنا قبيل توحيد البلاد من طرف آل سعود هذه أسرة تنتمي إلى مزورة أصلها من مدينة العرائش حكمت إمارة من الإمارات ديال شبه الجزيرة العربية اتصل بيا وفي نفس الوقت جا واحد الزيارة كنا عملنا واحد الندوة الوطنية للمدينة المغربية في الكلية أصحاب العرائش وجمعية القصبة قمنا بواحد اللقاء وطني في الكلية وحضرنا كضيف وجاء وجيبتوا لهنا السيد الرئيس واستقبلوه وحبيه وقمنا بزيارة الموقع حكم هذا الموقع أنه المهد أو المحل اللي تزاد فيه جدو أحمد بن دريس كان من العلماء من الزهاد الذي احترم زيد السي فرجاني تفضل انت هنا يا احنا هذا أحد الوجوه الجمعوية تفضلوا شرفتونا هذا السي حسن الفرجاني السي عبد القادر الزواوي هو السي الاخ هذا ما عرفش السميه ديالو هذا من الوجوه الجمعويه نعم لكي اعرفكم الاخوان هذا المصدر المغربي للمنطقه والاخ بيرميه جاو عندكم ولكن ما كانش التنسيق كان شي سرعه في المنطقه هذا يعني تذكرتكم دابا عاد على الاقل كانوا يقولوا الوجوه الجمعويه هنا فهم جاو باش يتعرفوا على هذه المواقع الاثريه باش يدخلوهم الاركيولوجيا باش يدخلوهم في البرامج ديالهم للدفاع عنهم والترافع امام الجهات المختصه وانتم كفاعلين جمعويين خصكم تكونوا عاطيني سندا لهم لان هذا راه كيشرف الجماعه وكيعلي من القيمه ديالها وفهمتي يعني المهم كملنا للاخوان باش من هذا بين قوسين لا دابا دابا حنا مشينا دابا حنا مشينا معك في التاريخ اللي عندنا موقع كبير في السعوديه نعم هذا دابا الاستاذ مشيت معنا دابا لحقت هذا احمد بن دريس مستعد انه يعمل ونسقوا معاه ان شاء الله باش تحمى التراث هنا اللي في مزوره وإذا كاين شي مشاريع في هذا القبيل هذا تكون إن شاء الله مستقبلا لأنه عنده ارتباط بالبلاد ولو أنه من السعودية وأنه خلق تما وتربى تما ووالديه تما يعني جدو اللي من هنا فهو يعتز بانتمائه لهذه الأرض ويتمنى لو عاد للسكن هنا ووعدنا أنه يمشي معنا بعيد إذا هذه عيشة في اليوم كما قلت لكم يعني كاين لم طرف الرئيس ولم طرف كاين واحد بالنسبه للاخوان هنا متحمسين بالعمل الجمعوي ساعدوكم شكلوا شي فرع هنايا يبدا من دابا يشكلوا هذا الفرع هذا باش تخدموا على هذا الجانب هذا الاركيولوجي والجانب البيئي في المنطقه اقول قولي واستغفر الله شكرا.